ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا ده انا قلت خلاص انت بقيتي كويسة وبدأت تنزلي الجامعة وتروح لأصحابك. ما انا كويس. لا مش كويسة. انا عارف ان انت مش عايزة تتكلمي معايا ساعة اللي حصل. انا كمان بقى لي ساعة دلوقتي باجي على باب اوضتك وبرجع تاني. ليه؟ لاني غلطت في حقك غلط كبير قوي، مش قادر اسامح نفسي. حقك عليا يا ريم، حقك عليا يا بنتي، حقك عليا. انا مش هقول لك انسي اللي حصل لان انا مش هنساه، بس انا مش عايز اشوفك كده. ما تصعبيش عليكي وعليا اللي حصل وحياة غلاوتك عندي، وحياة غلاوتك عندي لاجيب لك حقك، بس مش عايز اشوفك كده عشان خاطري، عشان خاطر حلمي. حاضر. عماد انت سامعني بحكي في ايه؟ بتقول ان انت دلوقتي صايع وما عندكش اي شغلانه تعملها. انت هتشكل عليا يا عماد؟ الكلام ده ما فيهوش هزار. ليه بس؟ انت مش انت لسه قايل ان رحيم قشطك من كل اللي حيلتك وسابك كده على الحديده؟ انا بقول اللي حصل. انت فكرك يعني انا هسيبه؟ انا هوري له سيد اللي ما يعرفوش، سيد اللي ضربته بتوجع بجد. هتعمل ايه يعني؟ هتخطفه؟ لا هعوره، هعوره في احلى حاجه بيحبها في دنيته. انت ما تعرفش ان البنت الخدامه النهارده قالت لي خبر بمليون جنيه؟ لا هو انت ما تعرفش ان داليا ليها يد في اللي حصل لعز اخت رحيم وجوزها؟ شوف بقى، شوف يا غالي، لما ابو ورده يعرف خبر زي ده، ابو ورده بجنونه وفنونه يعرف ان داليا حبيبه القلب العصفوره لهدف قتل اخوه. لا لا لا، انت المعلومات دي تجيبها لي وانا اتصرف فيها في الوقت المناسب. ليه؟ ده الوقت المناسب. اصبر بس لحد ما الموضوع يستوي. الا انت اللي خايف على داليا حبيبه القلب العصفوره؟ انت اللي بعت التسجيل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، اخيرا يا سيد، اخيرا شغلت الجيل اللي جوه الجمجمه دي. يا ابن الشياطين، مالك يا عماد كشرت كده ليه؟ هو انت فاكرنا بني ادمين؟ احنا الشياطين ولا الشياطين؟ بس انت جبت التسجيل ده منين؟ مستحيل يعني هي تكون اديتهولك. بص انت لحد كده توقف تشغيل دماغك خالص، والموضوع ده كله على بعضه كده ما تتصرفش فيه باي طريقه غير لما ترجع لي، فاهم يا سيد؟ شكلك محضر الخابور مغرر يا عم. ومش عايزك تبوظهولي يا سيد. خلاص ما دام هيصب في مصلحتي اقعد اتفرج واسقف لك كمان. سيبك من الكلام ده، انا عايزك في موضوع كده. عايز نص مليون من الفلوس الحلوه بتاعتك دي. كان على عيني صاحب المطبعة خايف يشتغل معايا تاني بعد اللي حصل لنا. ازودكم نص بربع، وازود 30 كمان عشانك انت. هحاول اقنعه. عايزهم امتى؟ امبارح. هظبط واكلمك. سلام. سلام. طريق كده يا ساي. صحيح. انت الفيلا بتاعتك لافف لافف كده. شرفت يا عرب. سلم مدارك يا معلمي.
ايه يا هشام؟ ما رحتش المركب ليه زي ما قلت لك؟ كنت بعمل مصلحه لابوك. مصلحتي ايه؟ في ايه يا رحيم؟ واحنا لازم ناخد منك الاذن قبل ما نعمل اي حاجه ولا ايه؟ لا مش القصد يا حاج، بس انا كل غرضي انه ياخد باله من المركب اليومين دول. روح المركب يا حاج. روح يا اخوي. وهكون فاكر رحيم ان انا عجزت وناوي تحطني في دار مسنين. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اللي انت بتسمعه وعاوزك تفهمه كويس. انت بقيت رحيم السيوفي عشان ابوك اسمه بدر السيوفي. ربنا يطول لنا في عمرك يا حاج. القصر بيفضل علينا كل يوم شويه شويه يا رحيم. حافظ على اللي فاضل بقى. حافظ على اللي فاضل. يا نهار اسود ومنيل، الحقني يا بابا، الحقني يا رحيم. في ايه؟ سيد نفذ وعده وخد العيال. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ البنات ما رجعوش على البيت، طلعت انا على المدرسه، قالوا لي ما ركبوش الباص وابوهم جه خدهم، كلمته في التليفون، قال لي من النهارده مش هتشوفي بناتك تاني. الله، هو السيد ده اتهبل؟ ده لازم يتربى. هي شقته الجديده فين؟ لا لا استنى، بلاش تروح له، استنى. في ايه يا رحاب؟ في ايه؟ الله، انت مش عارف ابوك ولا اخوك مين؟ خايفة ليه من حتة راجل ما يسواش زي سيد؟ هو ماسك عليك زلة يا بنت. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ زلة ايه وبتاع ايه؟ وبعدين هخاف من ايه يعني؟ لا طبعا مش خايفة ولا حاجة. رحاب، أنا كنت عايزك في كلمتين كده. بعد إذنك يا حاج. ماشي. مالك بقى يا رحاب؟ ما تحكيلي. مفيش، أنا قلقانة على البنات شوية بس. سيبك من موضوع البنات ده، ده أمره سهل، هيباتوا في حضنك الليلة. أنا عايز أفهم إيه اللي بينك وبين سيد بالظبط. هيكون في إيه يعني؟ ما أنت عارف سيد وعمايله وزعبيب. رحاب، أنا جايبك هنا المكتب عشان نتكلم على راحتنا. أبوكي كلامه صح. أنت ليه خايفة من سيد طول الوقت؟ رحاب أنت مخبية علينا حاجة؟ أنا خالص، هخبي إيه يعني؟ أمال مالك في إيه؟ يا رحاب أنا أخوكي وفاهمك أكتر من أي حد في الدنيا دي. اتكلمي وما تخافيش. رحيم، أنا غلطت غلطة كبيرة قوي وبدفع تمنها لحد دلوقتي. غلطة؟ غلطة إيه؟ فاكر إبراهيم الغرباوي؟ فاكر لما ساب الشغل معاك وسافر برا مصر وما رجعش تاني؟ سيد هو اللي أجبره إنه يعمل كده. وسيد ماله ومال إبراهيم؟ إبراهيم ده إنسان واطي، فهمني في الأول إنه بيحبني وأنا صدقته وفضلنا مع بعض لحد والله ما أعرف ده حصل إزاي، والله كنتش عارفة أتصرف. فضلت عايشة في دوامة، فضيحة من ناحية وإبراهيم وندلته من ناحية تانية. فضل يذلني ويطلب مني فلوس كل يوم، وفي الآخر راح حكى لسيد على كل حاجة. ما هما كانوا صحاب ساعتها، سيد جالي ساعتها وقال لي انسي إبراهيم ده خالص، كأنه ما ظهرش في حياتك. وفعلا إبراهيم سافر ومبقاش يكلمني تاني، واللي عرفته بعد كده ان سيد طرده وهدده. ومش بس كده، سيد جالي وقال لي انه بيحبني وطلب مني الجواز عشان يستر عليا وانه ما يقدرش يعيش من غيري.
عرفت بقى يا رحيم انا مستحمله السيد طول السنين اللي فاتت دي ليه؟ أصعب حاجة في الدنيا إن الواحد يعيش عمره كله هو شايف أقرب الناس ليه في صورة وبعد كده يشوفهم في صورة تانية خالص. لا يا عم سيد، انت سكتكم السالكه كلها ليه يا باشا؟ كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. يا عم اهدى كده وصلي على النبي. الله، بعدين رمضان انا مش مغفل عشان اتعلم عليها مرتين. اللي حصل المره اللي فاتت حاجه والمره دي حاجه تانيه خالص. ونضمن منين الكلام دوت؟ المره اللي فاتت اتعورنا في فلوسه بس، يا عالم بقى المره دي هنتعور في ايه تاني؟ يا عم محدش يعورك ما تخافش. الله، دي شغله نظيفه كده ومش هتاخد في ايدك غلوه وهتخلص في التلاته. الله، وبعدين رمضان هو حد لاقي الشغل اليومين دول؟ يا رمضان ما ترفضش النعمة عشان ما تزولش من وشك. بقول لك يا سيد، انت ضامن الناس دي قوي؟ برقبتي، ده اخويا. اخلص بقى عشان هطلع اشوف البنات اللي في العربية دول. نشوف اخرتها معاك. والله اخرتها مال بنو حلاوة طحينية، أنا عايزك بس تخش يا رمضان كده المكنة تضرب الحجرين الموتين ها؟ وتسخن كده وتسخن لي الكمبيوتر. يا نهار السويد. اسخن. مالك يا حبيبتي في ايه؟ بابا. ماله بابا تاني؟ هرب، هرب زي كل مرة. هرب راح فين يعني؟ معرفش، اختفى فجأة، خد مراته وخد رنيمه وملهمش أي أثر. طب ما يمكن سافروا ولا راحوا هنا ولا هنا؟ محدش من الجيران يعرف عنهم أي حاجة. كلمته ألف مرة تليفونه مقفول. والمحل اللي كانت مراته مأجراه كمان مقفول. وصاحبه قال إنهم جم فجأة لموا حاجتهم بسرعة ومشوا. هو دايماً كده، بيعرفش يعمل ولا أي حاجة في حياته غير إنه ياخد بعضه ويهرب. طب ورنيم ذنبها إيه؟ أنا كل اللي كنت عايزاه إني أنقذها من اللي هي فيه. دلوقتي خلاص. رنيم راحت ومستقبلها ضاع. ما عرفتش أنقذها يا ماما. هدي نفسك يا حبيبتي. أنا السبب. أنا اللي ملحقتهاش. ما تظلميش نفسك يا دالي، انت عملتي كل اللي تقدري عليه. الذنب ذنب ابوها، هو اللي جابها في الدنيا دي وعارف ان مستقبلها هيكون ازاي. ليه ربنا خلاني اشوفها؟ ليه خلاني اقابلها واحبها؟ لو بيعاقبني عشان ذنب انا عملته، هي مالها؟ هي ذنبها ايه؟ فكريش كده يا داليا، كل واحد في الدنيا دي ربنا خلقه وهو اعلم بطريقه عامل ازاي. مش يمكن يا حبيبتي بعدها عنك يكون احسن لها؟ حد عارف؟ يا روكا، يلا بقى اللبن 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 يا روكا. يا رولو مالك؟ ما تاكل يا مي. رحيم، مبروك على الشقة يا سيد. ولو اني شايف ان ذوقك زبالة. انت جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان هنتكلم انا وبابا في شغل. شغل ايه اللي هتكلم فيه؟ هتعرف لما الولاد يخشوا جوه. خير يا رحيم؟ لا خير ان شاء الله. دي عشان ما تاخدش عيال الرحاب غصب عنها.
ودي عشان تبطل تزل رحاب تاني. بس انا فاهمك حاجه رحيم. ودي بقى حساب قديم كان لازم يتصفى. انت عارف يا سيد ايه اللي كان مانعني عنك طول السنين اللي فاتت؟ العيال اللي جوه دي. لان انا عارف يعني ايه اب، وعارف انه مهما غلط برضه هيفضل اب في نظر عياله. انا مش عايز العيال دي في يوم من الايام تقول ان خالنا عذبونا، لانهم في النهايه حته مني. ان كان شيطانك ضحك عليك وهيالك انك لما تاخد العيال دي تبقى انت كده بتلوي دراعنا، لا كده تبقى انت غلطان، وغلطان قوي كمان. فاهم؟ غلطت في ايه يا رحيم؟ عيالي يا اخي وحبيت اشوفهم، غلطت في ايه؟ حقك، بس انا الاوان بقى يرجعوا لامهم. مش هتاخدوا عيالي مني يا رحيم، في الاول وفي الاخر انا ابوهم. سيد انت اتفه من ان اخد ودي معاك في الكلام. انا هند على الاقل دلوقتي عشان يسلموا عليك قبل ما اخدهم واوديهم لامهم. اثبت نفسك كده. حاضر يا رحيم، حاضر. يا بنات تعالوا، تعال يا روكا. يلا يا بنات سلموا على بابا قبل ما نمشي علشان ماما مستنياكم. هو احنا هنمشي يا بابا؟ اه حبيبتي، تروحوا مع خالكم الماما. ها مالك يا بابا، انت تعبان ولا ايه؟ لا حبيبتي انا زي الفل، تلاقيش. يلا روحوا مع خاله بقى، ما تعملوش مشاكل. ها ماشي يا روكا. يلا بنات عشان ما تاخرش.